برباط تم تقديم البرنامج الجديد للخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء ورجال التعليم التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وفاء يعقوبي وياسين المعزي خدمة اجتماعية جديدة أحدثتها هذه السنة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وذلك لتسهيل ولوج أبناء رجال ونساء التعليم في التعليم الأولي يستفيد المنخرطون من منحة قدرها ألف درهم مرة واحدة في السنة عن كل طفل عملية التسجيل للاستفادة من هذه المنحة مستمرة إلى غاية 30 من نوفمبر 2019 كل أبناء المنخرطين اللي عمرهم بين أربعة وست سنين غادي يتم إعطاء لهم ولا الدعم ديالهم بواحد المنحة سنوية باش يقدروا يتابعوا الدراسات في التعليم الأولي إما في التعليم الأولي العام أو الخصوصي علاوة على هذه المنحة تنشط المؤسسة في مجال منح الاستحقاق للطلبة المتفوقين فضلا عن حصص تفضيلية جديدة في قطاعات النقل والصحة غادي نتكلموا على كل برامج المؤسسة لا سيما الاكبر اللي هما الصحة، النقل عبر القطار المنح الاستحقاق اللي حنا على اثر اعطائها بحيث انه السنه الماضيه عطينا ما يفوق من 3000 منحه وهذه السنه هذه ان شاء الله جاتنا اكثر تقريبا 3000 طلب جديد كما تقدم المؤسسة دعما لرجال ونساء التعليم لشراء او بناء سكن وذلك من خلال مساعدتهم على اقتناء قرض سكني لا تتعدى قيمته 300 الف درهم بسعر فائدة يتراوح بين 2.20 و 2.25 أو قرض سكني لا تتعدى قيمته 150 ألف درهم مدعم كليا من طرف المؤسسة دون أداء سعر الفائدة علاوة على مساعدة مالية غير مسترجعة قيمتها 40 ألف درهم يستفيد منها الحاصل على القرض أو التمويل لتغطية مصاريف إجراءات التوثيق.